اهلا بكم في قناتي وفيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض طريقه الكرشه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبدا الطريقه على طول. اول حاجه هنجيب ميه ونحطها على النار تغلي، وهبدا احط فيها التوابل. هحط فيها بصله، ورق لورا، بعد كده هضيف حبهان، بعد كده هضيف طماطم. هسيبهم يغلوا بس غلوه، وبعد كده هسقط فيهم الكرشه على طول. طبعا دي الكرشه اللي انا كنت منضفها معاكم في الفيديو اللي فات. هحط لكم طريقه تنظيف الكرشه في صندوق الوصف تحت. هنروح دلوقتي عشان نسقطها في الميه. هبدا اسقط الكرشه حاجه حاجه. طبعا هحط الكرشه كلها وهسيبها لغايه ما تستوي، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه. هسيبها دلوقتي اغطيها، واول ما تستوي هوريها لكم. طبعا الكرشه خلاص يعتبر استوت، وانا حطيت عليها معلقه ملح. هسيبها تغلي غلوه بس عشان تاخد الملح شويه. الكرشه خلاص استوت، انا هقفل عليها وهبدا ان انا اشيلها من الشوربه بتاعتها. طبعا في حله تانية هبدا انزل معلقتين زيت او 3 معالق زيت، وبعد كده هنزل على الزيت بشويه بصله. وابدا ادبل بس الاول البصله. طبعا البصله دبلت خالص، هنزل عليها بفلفل احمر واخضر. ممكن تستخدمي حامي او ممكن بارد على حسب طبعا انت محبه. هبدا احط عليها شويه توابل. طبعا مشكله هنا شويه توابل، فلفل اسود على جنزبيل على بابريكا على كزبرة على كمون على شطة. ده كله هبدأ اقلبه كويس. طبعا بعد ما قلبتها هنزل عليها بعصير الطماطم وهسيبها تتسبك، وبعد كده هرجع لها تاني. التسبيكة كده خلاص، هبدأ انزل عليها بالكرشة. هبدا ان انا اقلبها واسيب الكرشه تتشرب من تسبيكه الطماطم. الكرشه بدات خلاص تاخد من التسبيكه وتعمل فيها. حاليا هبدا احط سنه ملح، لان انا ما حطيتش فيها ملح خالص في الطماطم خالص. انا دلوقتي هسيب التسبيكه تنشف شويه مع الكرشه، وهبدا دلوقتي ان انا هجيب شويه سمنه في طاسه، وهجيب فصين ثوم او 3 فصوص ثوم واطحنهم كويس واحطهم على السمنه بالشكل ده. هخلي بس التومه تدبل كده معانا وتصفر، وبعد كده هنزل بيها على الكرشه. طبعا كان ممكن احط التومه في الاول، بس الحركه دي او الطريقه ديت بتخلي ريحه الكرش او ريحه التومه بتطلع لبره بتبقى جميله جدا. كده خلاص التومه خلصت. هبدا ان انا انزل بالتومه بالشكل ده. الريحه جميله جدا جدا جدا. نبدا نقلبها كده. خلاص الاكله بتاعتنا استوت، يلا بينا عشان نغرفها مع بعض. هنغرفها مع بعض بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.
ده الشكل النهائي للكرشة، أتمنى تكون عجبتكم.